نحن هنا لأجل الأمن واستقرار الوافدين، نحن ضد ترحيل الوافدين الشرفاء، نحن نرحب بكم في الكويت، لا نريد كويت بوليسية، لا نقبل بالكويت إرهاب ورعب، لا لاحظ يا اخوان حقوق الانسان، لو سمحت انا دكتور عمران القراشي من جمعيه حقوق الانسان، انا هنا لكي ادافع، نحن كويتون في خدمه الوافدين، نحن هنا نعم على امرك ان شاء الله 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 ولا يهمك ولا يهمك يا اخوان. الرائد المقدم محمد هنداز الضفيري، وانا اعطيه هويتي مال حقوق الانسان الدكتور عمران القراشي، صوروها يا اخوان، نتشرف بالدفاع عنكم كما تفضل. وهذه هوية حقوق الإنسان الخليجية وذيش حقوق الإنسان الكويتية ومنظمة العفو الدولية، نحن نتشرف بالدفاع عن الإنسان دون النظر لدينه وأصله وفصله ومذهبه، نحن هنا بخدمتكم. الآن نحن ننتظر حكم المحكمة الدستورية، ولكن أهم من المحكمة الدستورية قرار منع ترحيلكم أيها الوافدون الشرفاء. يا وزير الداخلية قدم استقالتك فورا لأنك أساءت إلى سمعة الكويت بالداخل والخارج. يا أخوان دكتور عمران القراشي 11 سنة ممنوع من السفر وجوازي مسحوب، أحلت إلى التقاعد، وزير الداخلية أدخلني مستشفى الطب النفسي 17 مرة، يعني هو يمثل إرهاب دولة، وكذلك اللواء عبد الفتاح الخليل، نتشرف بخدمتكم. شباب ارجعوا ورا الشيخ. لا تستخدم العنف.